نبعث بالتحية من فلسطين أرض المقدسات إلى شعبنا في البحرين الذي يقف في وجه التطبيع ويرفضه ويأبى أن يكون هناك علاقات دبلوماسية أو علاقات من أي نوع آخر مع العدو الصهيوني، مما يؤكد على أن شعب البحرين شعب ينتمي إلى أم القضايا العربية والإسلامية ألا وهي القضية الفلسطينية. لذا نحن نطالب أهلنا في البحرين أن يعملوا على دعم وإسناد الشعب الفلسطيني الذي يصنع ملحمة في وجه العدو الصهيوني.